وللمزيد ينضم إلينا العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي بالأهرام. بعد التحية، المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية والمساعدات تزور القاهرة حاليا في أول جولة لها بالمنطقة عقب اختيارها. دلالات الزيارة وكيف يمكن أن تخدم أجندة مصر فيما يتعلق بالوضع في غزة؟ بالتأكيد أن تبدأ هذه المسؤولة الجديدة للمساعدات الإنسانية في غزة جولتها في المنطقة بزيارة القاهرة ثم تزور غدا العريش ومعبر رفح، يعكس أهمية الدور المصري في هذا الصعيد، أقصد الصعيد الإنساني، خاصة أن مصر منذ البداية أعلنت بداية الإعلان العدوان الصهيوني على قطاع غزة، تمسكت وأعلنت حرصها على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ظل تصاعد أعداد النازحين الذين تقريبا في غزة الآن أوشكت المنظومة الصحية في حالة انهيار، المستشفيات معظمها خارج عن الخدمة، الماء والوقود والكهرباء وغيرها، كل ما يتعلق بشؤون الحياة بات في حالة غياب كلي إن صح التعبير، ما عدا يعني جزئية توفرها المساعدات خلال الفترة الماضية. ومن ثم هذه الزيارة تقول أن مصر سيكون هي التي بوسعها أن تقدم لهذه المسؤولة الغطاء السياسي والغطاء الدبلوماسي وتوفير كافة التسهيلات لأمماتها حتى تنجح. نجاح هذه المهمة مرهون بالدور المصري، وهي تكلمت عن ذلك خلال حديثها ولقائها مع وزير الخارجية سامح شكري، وأعربت عن تقدير الدور المصري في المرحلة المقبلة، وتطلعت عن المزيد من هذا الدور لمساعدتها في مهمتها خلال المرحلة المقبلة. وأظن أن أنا على يقين وليس ظنا أن الدور المصري هو الحاسم في هذه المسألة. ولاحظي أن كل المساعدات التي يتلقاها سكان غزة كلها تأتي عن طريق معبر رفح، وإن كانت في الآونة الأخيرة طلبت مصر أن يتم الاستعانة بمعبر كرم سالم حتى يعني يتم إدخال عدد أكبر من المعونات والإعانات الإغاثية إلى سكان قطاع غزة. لكن ما هو الوضع الآن بالنسبة للتنسيق ما بين الأمم المتحدة ومصر لإدخال تلك المساعدات؟ التنسيق منذ البداية كان مع الأمم المتحدة، ولاحظي أن الأمين العام للأمم المتحدة خلال مشاركتي في مؤتمر السلام في القاهرة أظن في السابع من في يعني بعد العدوان بأيام قليلة عقد في القاهرة هذا المؤتمر، زار على هامش مشاركته في المؤتمر مدينة العريش واقترب من معبر رفح وشاهد بنفسه الجهود المصرية التي تبذل في هذا الشأن. ومن ثم الجهود المصرية متواصلة باعتراف الجميع، وطبقا للمعلومات المتاحة أن أكثر من 80% من المساعدات التي تقدمت لسكان القطاع هي من مصر، مقابل 20% من 30 دولة تشارك في ضخ هذه المساعدات. إذا الدور المصري واضح، والتنسيق بين الأمم المتحدة ومصر في هذا الصدد من الأهمية بمكان. بدون هذا التنسيق لن تكون لهذه الجهود أثر كبير، لأن مصر تمتلك مفتاح معبر رفح، وإن كانت الكيان الصهيوني يعطل وصول هذه المساعدات من خلال وهذا ما كنت سأسأل حضرتك عنه، هل التعنت الإسرائيلي سيظل مستمر خاصة في ظل يعني عرض القضية في المحكمة الجنائية الدولية؟ هل ستبدأ إسرائيل بإلغاء ذلك التعنت وفتح المساحات لإدخال أكثر من المساعدات؟ للأسف أنا تقديري الشخصي لم يتخلى الكيان الصهيوني عن تعنته وعرقلته لوصول المساعدات، وظن منه أن هذه المساعدات قد تكون بها أمور يستفيد منها المقاومون داخل غزة، ولكن هذا ظنه المستمر، يشك في كل شيء. ولكن في النهاية ما سيحدث في المرحلة المقبلة هو تنفيذ قرار من مجلس الأمن. وطبعا نحن نعرف ان الكيان الصهيوني يلتزم بقرارات بغيرها، ولكنه تحت الضغوط التي يواجهها حتى من اقرب حلفائه امريكا فيما يتعلق بالبعد الانساني، بات يتعامل بقدر من يعني بقدر اقل من الشروط والتعنت في المرحلة الماضيه، ولكنه سيستمر ايضا في عرقلته حتى يشكل ذلك ضغطا على سكان غزه في اطار ما يجب ان هذا صحيح. ان هؤلاء السكان يشكلون الحاضنه للمقاومه، ولكن هذا الظن وهذه العرقله لم تدفع مصر
أو الأمم المتحدة أو الدول الأخرى صحيح. عن ممارسة الضغوط لإيصال هذه المساعدات لشعب يئن. بنتمنى تنسيق في أعلى مستوى ما بين مصر والأمم المتحدة لإدخال عدد أكبر من الشاحنات والإغاثات لسكان قطاع غزة، لأنهم في حالة كارثية مطردية هناك. بشكر حضرتك شكرا جزيلا العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي بالأهرام.